السلام عليكم، اسمي علي عبد الله الانصاري، عمري 14 سنة. قصة دخولي للعبة، كنت قاعد مع ولد خالتي واخوي، فجأة ولد خالتي قاعد يتكلم عن النادي ويعلمنا اساسيات النادي، اساسيات اللعبة، بعدها دخلنا. ابرز انجازاتي بهذه اللعبة بطولة جدة المركز الثاني وبطولة الدمام المركز الثاني. معسكر كابتن فوزان السابج، وتعلمنا من المعسكر شلون اطفي الجارد، وتعلمت اكثر عن الفايتات. اكثر لاعبين متفاهم معاهم حسين عبد الله الانصاري وراشد مهنا راشد. حسين عبد الله الانصاري بيننا منافسه افوز ويفوز علي، وراشد مهنا راشد بيننا منافسه ويعلمني تكنيكات واعلمه تكنيكات. دائما مدربين معانا يشرفون علينا ويهتمون فينا كلاعبين ويدربونا. اتدرب بالاسبوع 3 ايام، تمريني بالنادي درلات وتكنيكات. افضل مباراه لعبتها هي اول بطوله لي، بطوله الكويت جوجيتسو، كنت العب ضد حزام اصفر، قدمت فيها مستوى عالي بس ما فزت بمركز، خسرت. يتم تجهيزنا للمباراه، اتدرب وكابتن يشرح لنا تكنيكات. طموحي احصل باللعبه حزام اسود واخذ بطوله العالم. استفدت بهذه اللعبه، زادت ثقتي بنفسي ودفاع عن النفس. هي توتر، ما في لاعب ما يتوتر قبل البطولة، وشلون أخلص من هذا التوتر؟ أسولف ويا ربعي وما أفكر بالمباراة، عشان اللاعب يتفادى من الإصابات، استرتشات ويطبق تكنيك عدل. عندي نقطة ضعف وتخلصت منها، هي الدبل لق، إني ما أدش على اللاعب وتخلص منها الحمد لله. من الألعاب الثانية اللي أحب أمارسها هي السباحة. قدوتي في هذه الرياضة محلياً كابتن أحمد الراشد وكابتن قتيبة، وخارجياً كابتن عماد الصمعط. أوافق بين الدراسة والرياضة، أروح مدرسة أول وأريح لي ساعة، بعدها أدرس ساعة وأروح النادي. أثبت نفسي في الفريق، أنظم أكلي وأواصل التمرين ما أقطع. ينقصني كلاعب جوجيتسو الصلاة مجهزة، ودعم مادي ودعم معنوي. أنصح الشباب اللي بعمري أن يدخلون النوادي، وبدال قعدة البيت يروح يتحرك ويتفادى من أمراض السمنة والسكر. السلام عليكم، معاكم عبد العزيز مبارك الفريد، لاعب جوجيتسو، عمري 15 سنة. طبعا بالنسبة حق قصة دخولي للنادي، انا جربت اكثر من رياضة وحسيت ان هذه اكثر رياضة تلائمني، يعني بالنسبة حق طريقة هذا الفايت فيها. طبعا بالنسبة حق انجازاتي والبطولات، انا دخلت 5 بطولات، بطولتين فزت فيهم خذيت ذهبيتين، كويت جوجيتسو وجرابلينج. بالنسبة حق المعسكرات اللي شاركت فيها، شاركت بمعسكر واحد كان معسكر في البيكوستا، وعلمنا شلون نطوف باسكار، واستفدت منه يعني تواصل مع اللاعبين من باقي الأكاديميات بالكويت. بالنسبة حق اللاعب اللي دائما متفاهم معاه، راشد أحمد الراشد، هذا لاعب أحس أنه يعني منافس لي معاي بالنادي ولعبه زين. دور المدربين بالنادي طبعا يعني يهتمون حق اللاعب، بالنسبه حق جسمه، حق نفسيته قبل البطولات او بعد البطولات، هم يعني خلونه يثبت على وزنه، ما يخربط بالاكل وايد، و
بس يعني هذا تقريبا اهم الاشياء اللي يسوونهم الكبات. بالنسبه حق الايام اللي نتدرب فيها بالاسبوع، 4 ايام، السبت واثنين واربع وخميس، والتدريبات حق جدول التدريبات، اول شيء نبلش نسخن، بعدين نسوي الاسترتشات، بعدين التكنيك، بعد الفايتات. افضل مباراه لعبتها بالنسبه لي اول مباراه لعبتها ضد صاحبي عبد الله المزين بالنادي، علمني فيها اكثر من شغله، من نقاط ضعف، من اكثر من شغله استفدت فيها من هالمباراه. بالنسبه حق تحضيرنا للمباراه، يعني نجهز حق الوزن، نكثر الكلاسات، يعني ما نشد على نفسنا وايد عشان ما يحوش نشد او اصابه قبل البطوله، بس هذه اهم الاشياء اللي نسويها. طموحي بهذه اللعبه اني اثبت اسمي بالتاريخ بهاللعبه. اللي استفدته قويت شخصيتي، صرت اجتماعي اكثر من قبل، جسمي تعدل، واكثر من شغله. يعني اللاعب اذا بيتخلص من التوتر يحاول ما يفكر بالفايت وايد، يدعي ربه قبلها، اكثر من شغله يعني معروفه، يعني منها ان يحمي قبلها، يشغل نفسه بالتحميه، اشياء هذه يعني تخليه ينسى. كان عندي نقطه ضعف والحمد لله يعني قدرت اداركها شوي، ان انا قبل كان لعبي كله ارضي، يعني ما كنت احسب حسابي ان اذا قمت فوق ابي اطوف باس جارد، بس الحمد لله يعني بين فتره وفتره يعني احاول الم هالمشكله وعدلتها. يعني طبعا قدوتي بهاللعبه محليا وعالميا كباتني الثلاثه، سليمان عبد الجليل واحمد الراشد وقتيبة اللغاني. طبعا اذا دشت المدرسه يعني اشيل كلاس من جدولي، فيصير 3 كلاسات عندي، يوم وترك، يوم ادرس فيه واحل واجباتي فيه وادرس حق الاختبارات، ويوم اروح النادي فيه عشان ما اشد على نفسي وايد. اذا اللاعب يبي يتفادى الاصابات يركز على تقويه الجسم والاسترتشات قبل اي فايت يدشه، وهذه الاشياء الاهم شيء. بالنسبه حق الـ كيف تصير يعني لاعب مميز، عندك الالتزام، سواء تلتزم بالاكل بالنادي، ما تخربط، هذا شيء يخليك انسان مميز والكل يركز عليك. بالنسبه حق الناس اللي يشجعوني بشكل عام، المدربين وشباب النادي اغلبهم، وبشكل خاص ابوي وامي. بالنسبه حق الاشياء اللي تنقصني كلاعب جوجيتسو، الدعم المادي، الدعم النفسي، وتصير في صالات حق البطولات. نصيحتي حق اي واحد ما يلعب رياضه بهالعمر، لازم يشتغل هالعمر، لان هذا العمر العمر اللي يتشكل فيه جسمك، سواء اذا كنت يعني رياضي جسمك يتشكل كجسم رياضي، هذا شيء مهم. واذا يعني كنت يعني هذا يعني مثلا عندك سمنه، جسمك يتشكل يعني غير عن اي واحد، فهذا اهم وقت حق الرياضه ولازم ما يضيع الفرصه. نصيحتي للشباب اللي بعمر ما يلعبون رياضه، لازم يستغلوا وقتهم، عمرهم دامهم بعمر الشباب، لازم يعني ما يفرطون بهالعمر ويقعدون بالبيت ما عندهم شيء، سواء يلعبون اي رياضه، سواء جوتسو او سباحه او اي شيء، اهم شيء يتحرك.